السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعطيكم العافية. رابع درسنا لليوم رح نبدأ بلسن 2 and 3 من كتاب التمارين، كتاب الاكتيفيتي بوك بيج نمبر 39. افتح كتاب التمارين صفحة رقم 39. اكسرسايز نمبر 1، fill in the missing letters. بدنا نكتب الحرف الناقص في كل كلمة موجودة أمامك يا رابع. نمبر 1، this is soup. soup بمعنى صابون. soup soup الحرف الناقص حرف الـ A. Number 2, this is juice. juice بمعنى عصير. juice عصير، الحرف الناقص حرف الـ U والحرف أيضا حرف الـ I. عندي هون حرفين مفقودات، حرف الـ U والـ I. Number 3, lettuce بمعنى خس، الحرف الناقص double T. And picture 4, toothpaste معجون الأسنان. toothpaste. number 5, ship بمعنى سفينة. number 6, onion بمعنى بصل. onion بمعنى بصل، الحرف الناقص حرف الـ I والـ O. and this is a bottle بمعنى علبة بلاستيكية، الحرف الناقص حرف T double T. and this orange بمعنى برتقال. orange الحرف الناقص حرف الـ A. exercise number 2, look at the pictures. انظر إلى الصور. this is a pair of shoes 40 ريالز. shoes ثمنه 40 ريالز. and this is a kite طائرة ورقية 5 ريالز. and this is skirt تنورة 6 ريالز. and socks 3 ريالز. and watch 250 ريالز. and books الكتب 90 ريالز. and the plane 90 هلالة، اللي هي طبعا جزء من الريال. جزء من الريال هلالة. بلين طائرة 80 هللة أو هلالة، وهي أيضا حكينا إن هاي العملة بتكون جزء من الريال. number 3, answer the questions. بدنا نجاوب على الأسئلة الموجودة هون معنا. number 1, how much is the toy plant؟ كم سعر لعبة البلان الطائرة؟ 80 هللة. 80 هللة. How much is the kite؟ كم سعر الطائرة الورقية؟ 5 ريالز. How much is the watch؟ كم سعر الساعة؟ 250 ريالز. How much are the shoes؟ كم سعر الشوز؟ 40 ريالز. How much are the socks؟ 3 ريالز. How many books can you see؟ كم عدد الكتب اللي احنا لامس موجودات عندنا في الصورة؟ 2 books. How many حكينا كم العدد. How much كم السعر. How many books can you see؟ كم عدد الكتب الموجودات أمامك؟ 2 books. 2 books. How much is each book؟ كم سعر كل كتاب فيهم؟ احنا عندنا هون في الصورة كتابين سعرهم 90. طب يا مس بدي نصهم، بدي سعر كتاب واحد 45 هللة. How much is the skirt؟ كم سعر السكيرت؟ 6 ريالز. How many skirts are there in the picture؟ كم عدد التنانير الموجودة عندك في الصورة؟ 1 skirt تنورة واحدة.
How much are the two boxes? كم سعر الكتابين؟ كم سعر الكتابين؟ 90 هللة. تمام. ننتقل إلى page number 40. Fill in the blanks. بدنا نعبي الفراغات. طبعا عندي هون مجموعة من الكلمات: كارتون، كيلوز، بار، بوتلز، هيد، جوس، لوفز. My mother bought two of beef. اللحم البقري. Two kilos. يعني بمعنى أمي اشترت 2 كيلو من اللحم البقري. Two kilos. Number two. We buy of milk every day. Of milk. We buy. نحن نشتري a carton of milk every day. يعني علبة كرتون واحدة من الحليب كل يوم. Sammy likes orange juice. يحب عصير البرتقال. Pop ate 3 of bread yesterday. حكينا الفعل الماضي من eat ate. 3 loaves of bread yesterday. أكل 3 أرغفة من الخبز يوم أمس. Loaves. I bought a big of lettuce yesterday. A big head. رأس كبير من الخس يوم أمس. Give me 2 of orange juice, please. Give me 2 bottles of orange juice. علبتين من عصير البرتقال. Bottles. تمام. ننتقل إلى exercise number 5. عندي هون يا مس بدي أعبي الفراغات إما ب how much أو ب how many. How much كم السعر؟ How much كم السعر؟ How many كم العدد؟ Look at picture 1. Part of soup did you buy? How much or money? How many? How many parts of soup did you buy? كم عدد الوحدة الصابون اللي اشتريناها؟ How many? Number 1. How money? كم عدد ألواح الصابون اللي اشتراها؟ Is your bag? Is your bag? How much is your bag? كم سعر حقيبتك؟ How much? Cans of beans can you see? How many? كم علبة فاصوليا بتشاهد أمامك في الصورة؟ How many؟ كم عدد؟ How many? How many cans of beans can you see? Number 4. How many or how? Oh, sorry. How many or how much is the lettuce? How much? كم سعر الخس؟ How much? كم سعر الخس الموجود أمامك في الصورة؟ Kilos of rice did you buy every day? Number 5. How many? كم كيلو؟ يعني كم عدد الكيلو؟ كم كيلو بتشتري تقريبا كل أسبوع من الأرز؟ How many؟ كم كيلو تشتري في كل أسبوع من الأرز؟ Is the football? Is the football? How much is the football? كم سعر الكرة؟ How much؟ هون عندي يا مس 3 pins. 3 أقلام حبر. How much or how many? How much are these pins? كم ثمن أقلام الحبر؟ How many؟ مش how much يا رابع. How many؟
كم عدد أقلام الحبر؟ عندي هون مجموعة بدي أعد، فبحكي يا مسب how many is the shirt how much how much is the shirt كم سعر القميص. يعني هون يا رابع لما يكون في عندك عدد بدك يا مس مثلا عندك نفس الشكل بس عدد بنسأل ب how many how many pairs how many pins how many pins، لكن يا مس إشي واحد موجود بدي أسأل عن سعره بسأل ب how much how much. إلى هنا بنكون انتهينا من درس اليوم، في الحصة القادمة إن شاء الله رح ناخذ lesson 4 من كتاب الطالب، ويعطيكم العافية.